رفع المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية أسماء آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بمناسبة الذكرى 19 لميثاق العمل الوطني والذكرى 52 لتأسيس قوة دفاع البحرين. أكد المجلس في جلسته الاعتيادية برئاسة معالي الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن راشد الخليفة رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية أن ميثاق العمل الوطني ذكرى عزيزة تستحضر في النفوس قيم التعاون والتكامل والبناء، كما أنها فرصة لاستذكار تلك الروح الوطنية الخلاقة والتضامن الشعبي الصادق مع تطلعات صاحب الجلالة الملك المفدى أيته الله نحو مستقبل مشرق ينطلق من قيم الدين والعروبة والعادات والتقاليد ويصون الثوابت والمنجزات والحريات ويعزز الهوية والوحدة والسلام. بمناسبة الذكرى السنوية لتأسيسها نوه المجلس بالدور الكبير الذي تطلع به قوة دفاع البحرين إلى جانب القطاعات الأمنية والعسكرية الأخرى لصون المنجزات الوطنية والمكتسبات التاريخية والدفاع عنها بما يحفظ للبلاد أمنها واستقرارها واستقلالها. هذا وأشاد المجلس بموقف مجلس جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي الداعم للقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، مما يؤكد مركزية هذه القضية بالنسبة للأمتين العربية والإسلامية، داعيا إلى تضافر الجهود الدولية لإنصاف أشقائنا الفلسطينيين استنادا لميزان الحق وأسس العدالة وسعيا لسيادة السلام والطمأنينة في المنطقة والعالم. بعد ذلك بحث المجلس الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واستهلها بالاطلاع على مذكرة من الأمانة العامة عن مشاركة معالي رئيس المجلس في المؤتمر العالمي للأزهر الشريف والذي انعقد أواخر الشهر الماضي في القاهرة، كما أخذ المجلس علما بالانتهاء من تسجيل الختمة الصوتية الكاملة للقرآن الكريم لعدد من القراء البحرينيين، وأن العمل جار في المراجعة النهائية لها من قبل مجموعة من المختصين لإجازتها للنشر والتداول.